الكل كان عم يترقب الجولة الأخيرة من بطولة لبنان للدرجة الثانية اللي معرفت اسم الفريق الثاني يلي راح يرافق الاجتماعي لدور الأضواء الحكمة أو الهومنتمن. الهومنتمن على ملعب برج حمود وأمام جمهوره الكبير كان عم يتحضر للاحتفال بالصعود. مصير الهومنتمن ما كان بإيده، فكان عليه يفوز على الرياضة والأدب وينطر خسارة الحكمة. الهومنتمن قدر ينهي الشوط الأول متقدم بهدف لخجاك سينانيا بالدقيقة 30. الشوط الثاني شهد مهرجان تهديفي للهومنتمن، الدقيقة 56 خجاك سجل هدف الشخص الثاني وأضاف جون كونجانيا الهدف الثالث بالدقيقة 80. خجاك أكمل الهاتريك بتسجيله الهدف الرابع بالدقيقة 84 قبل ما يسجل الأرميني كيفورك أوهانيا الهدف الخامس للهومنتمن، وختم شونت كيفوركيان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس بالدقيقة 90. 6-0 انتهت مباراة الهومنتمن والرياضة والأدب. الهومنتمن حقق المطلوب منه وانتظر فوز الاجتماعي على الحكمة ليضمن صعوده للدرجة الأولى. مباراة الحكمة والاجتماعي أقيمت على ملعب النجمة بالمنارة، جمهور كبير زحف لتشجيع الفريقين. لكن المفاجأة كانت بمنع القوى الأمنية للجميع من الدخول لأرض الملعب، وعندما بنقول الجميع يعني الجميع، فتم منع وسائل الإعلام، رؤساء الأندية، الإداريين والجمهور، ومن دون إبلاغ أي أحد بهالقرار. نحن نعمل كل هيدا مشان الجمهور، يعني إذا نلعب بلا جمهور بلا اللعب. وحتى الاتحاد ما كان معه خبر، لأنه بعرف أنه رأمين العام الاتحاد جايين الشباب. نحن والاجتماعي ما عندنا مشكلة أبدا، يعني أنا مؤكد أنه لو إذا نحن ربحنا بزقفوا لنا، ومثل ما إذا هن ربحوا نحن هنزقف لهم. فجأنا أنه ما في جمهور، ممنوع الجمهور. ليش يا عمي ساعة تتصل بيقولها كود شرطة بيروت هو اللي مانع، تتصل بكود شرطة بيروت عبر اتصالاتنا، يعني بيقول لك شو اسمه الاتحاد أعطانا الأمر، تتصل بالاتحاد بقول لك ما معنا خبر. نحن وجينا من السمين من طرابلس، نحن عددنا تقريبا 550-650 شخص. نحن منا جايين الا نشجع فريقنا وبدنا نتوج هون مع الفريق تبعنا. وبعد مرور نصف ساعه من المباراه تم السماح للجمهور بالدخول، والكل كان عم يترقب هالمباراه، الاعلام الرياضي وغير الرياضي. باسم الصحافه بدنا نقول لنا ساعه مقطوعين على الباب، والجمهور له ساعه جايين من طرابلس، يعني قرار مفاجئ جدا. الجمهور متعذبين وجايين من طرابلس منعونا يفوتوا، حتى نحن صحفيين ممنوع يفوت، يعني عندنا نقل المباراة على الهواء ومنعنا نفوت، والعالم حتى ناطرة على الهواء والعالم كلها ناطرة، ممنوع حدا يفوت على الملعب. يعني قرار ما بعرف كيف هذا القرار. يعني طبعا الدافع الأول لوجودي هنا اليوم على ملعب نادي النجم الرياضي بسبب ابني محمد عبد الساتر وهو لاعب في نادي الحكمة درجة ثانية، وهذه المباراة بالنسبة إليه وبالنسبة لنادي الحكمة هي مباراة فاصلة، إذ أنهم يكفيهم التعادل لكي يعني يصعدوا إلى الدرجة الأولى. ولذلك جئت مشجعا أنا وبقية يعني أولادي وبعض الزملاء. الحكمة كان بيعرف كتير منيح أن المحافظة على نظافة شباكه بهالمباراة بتعني صعوده للدرجة الأولى، فدافع بشكل جيد طوال المباراة وحاول إبقاء اللاعب بمنتصف الملعب وإغلاق منطقته بشكل يمنع الاجتماعي من تشكيل الخطورة. هالأمر نجح فيه الأخضر يلي جر خصمه لتعادل سلبي كان كافي لإله ليعود لدور الأضواء بعد غياب 6 مواسم كاملة. الحمد لله رب العالمين، رجعنا بهمتنا وبجهد اللعيبة والإدارة، الحمد لله رجعنا على درجة أولى على الأضواء. وتشكر كل لاعب فردا، وبتمنى من الإدارة أنه تحافظ على الفريق، لأنه هذا حرام يكون الفريق لموقعه درجة أولى. نحن من أول موسم عم نلعب كرمال هيدا الجمهور اليوم، بس عم نلعب لأسمه لمنطقتنا لطرابلس للشمال عموما. نشكر دولة رئيسنا جبني وطي لوقفوا معنا معصر علينا. أنا بشكر الكابتن فؤاد حجازي والكابتن سهاد زهران، هن اللي كانوا حدنا طول الموسم، وبشكر كل لاعب كان واقف حدنا، لأنه نحن عن جد طلعنا على الدرجة الأولى من ولا شيء. بتوجه شكر خاص كتير للأب الروحي دولة الرئيس نجيب ميقاتي وكل من ساهم بدعم هيدا النادي. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me,
congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. إذن الاجتماعي بطل الدرجة الثانية عن جدارة، والحكمة بعد طول غياب عاد للأضواء. أما الهومنتمن وجمهوره الكبير فبيستحق كل التقدير، وحلوله بالمركز الثالث بأول موسم له بعد صعوده من الدرجة الثالثة يعد إنجاز يبنى عليه للموسم المقبل.